مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على موهبة جديدة ينشط هذه المرة في منصب حراسة المرمى، ويتعلق الأمر بالحارس جوريس موهيمو. هذا الحارس الشاب من مواليد سنة 2001 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأم وتحديدا من ولاية قسنطينة ومن عائلة المراجي، في حين أن والد اللاعب من أصول بلجيكية ويحمل الجنسية الفرنسية. تكون الحارس جوريس في مدرسة تكوين نادي تولوز الفرنسي، أين تدرج معه في مختلف الفئات العمرية. طوله 1.86 سنتيمتر، يمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة، تألق بشكل كبير وخطف الأضواء مع فئة أقل من 19 سنة، مما جعل مدرب الفريق الثاني لنادي تولوز أي فريق رديف يتابع باهتمام مستويات هذا الحارس الشاب، وقد تم استدعاؤه للمشاركة في مباراة واحدة مع فريق الرديف خلال الموسم الحالي من أجل الوقوف على مدى تطور مستواه. وحسب آخر الأخبار، فإن إدارة نادي تولوز قررت بصفة رسمية تقية الحارس جوريس موهيمو بداية من الموسم المقبل لفريق الرديف أي الفريق الثاني لنادي تولوز بعد تقرير الإيجابي الذي تقدم به مدرب الفريق. كما يجدر بالذكر بأن الحارس جوريس موهيمو سبق وأن أكد عن فخره الكبير واعتزازه بوصوله الجزائرية، مؤكدا في نفس الوقت استعداده التام لحمل قميص محاربيها الصحراء، وذلك في مختلف الفئات العمرية في حال تم الاتصال به من قبل الفاف. فكل التوفيق للحارس جوريس موهيمو في عالم الساحرة المستديرة. سلام.